اكتشفت العالمية للأمن مزود الحلول الأمنية المبتكرة والتابع لموانع دبي العالمية عن إطلاق خوذة ذكية. الخوذة صممت للمساعدة في الكشف عن الأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للإصابة بأعراض فيروس كورونا، تساعد في تسهيل حركة مرور حشود الأفراد مع ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة. ومن مزايا الخوذة الذكية قياس وتسجيل درجة حرارة الأفراد بفعالية كبيرة ومن دون الحاجة إلى ملامسته، الفحص السريع لجميع الأفراد في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء، الفحص السريع للمركبات والركاب الذين يستخدمونها، التعرف السريع على ملامح الوجه، التحقق من هوية الأفراد باستخدام تقنيات التصوير الحراري.